بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد تناول البرتقال لا تتخلصي من القشور أبدا، حيث يمكن أن تكون مفيدة بشكل كبير لجمال بشرتك. لدي عدة وصفات بالقناة لقشور البرتقال، والحمد لله دائما كانت ناجحة. نأخذ قشور البرتقال بعد غسلها جيدا، نقوم بتجفيفها سواء في الشمس أو نقوم بوضعها في صحن ووضعها فوق الثلاجة، أو يمكنك تسخين الفرن جيدا ثم نقوم بإطفائه، ونضع قشور الثوم بداخل الفرن ساخن أو أمام المدفأة عفوا، ونتحصل على قشور البرتقال تكون مجففة، تطحن على شكل بودرة ناعمة سواء على بالهون أو بطاحونة التوابل، ونستخدمها في وصفات البشرة. يمكنك كذلك استخدام بودرة البرتقال كمقشر. أولا نأخذ كميات متساوية من قشور البرتقال تكون مطحونة ومع السكر البني أو السكر العادي، وكذلك ملعقة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند. لخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، تحفظ في برطمان أو أي علبة، ونستخدمها كمغشر طبيعي لبشرة الوجه وكذلك الجسم. هذه الوصفة لنهار اليوم جميلة جدا. أولا تعالج لك آثار حبوب الشباب، ولها فوائد أخرى كثيرة 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 لا تحصى ولا تعد لبشرتك، بمكونات طبيعية سهلة ومتوفرة سأحاول ذكرها بحول الله تعالى. نأخذ أولا 2 ملاعق شاي صغيرة من بودرة البرتقال، يكون مطحون ومنخول على شكل ناعم. 2 ملاعق شاي صغيرة، نضع عليها مباشرة فنجان من الماء المغلي. بهذه الطريقة نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، نخلط جيدا المكونات ونتركها لحوالي 5 دقائق، ونباشر عمل الوصفة. المكون الثاني هنا لدينا القهوة البن، استخدمي أي نوع قهوة متوفر عندك في المطبخ، ولكن لا تستخدمي القهوة السريعة الذوبان. لدينا هنا 2 ملاعق شاي صغيرة من القهوة، قلت لا نستخدم في هذه الوصفة القهوة سريعة الذوبان. ثم نضيف تدريجيا من وصفة القشر البرتقال، ونقوم بخلط هذه الوصفة حتى نتحصل عفوا على ماسك يسهل تطبيقه على بشرة الوجه. نخلط جيدا، لاحظي معي. صاحبات البشرة الدهنية، يضيفوا 0.5 ملعقة شاي صغيرة من عصير البرتقال. صاحبات البشرة الجافة جدا، زيت زيتون 0.5 ملعقة شاي، أو زيت لوز حلو، أو زيت الأرغان، أي نوع زيت يناسبك يمكن إضافته. طبعا باقي أنواع البشرة يمكن استخدام هذه الوصفة بدون أي إضافات. يمكنك إضافة كبسولة فيتامين إي لهذه الوصفة إذا كانت هنالك تجاعيد على البشرة. نخلط جيدا، نتحصل على هذا الماسك الرائع جدا على بشرة نظيفة. أولا نقوم بغسل البشرة، أنصح بغسول الستر إذا كانت بشرتك بها حبوب وآثار حب الشباب، أنصح بغسول الستر. بشرتك خالية من الحبوب وترغبين باستخدام هذا الوصف هذا الماسك عفوا للفوائد الأخرى سأذكرها بحول الله، يمكنك استخدام غسول شامبو الأطفال في هذه الوصفة، رائع جدا غسول شامبو الأطفال.
نقوم بدهن هذه الوصفة على، أولا نبتدئ بالرقبة، رائع جدا لشد الرقبة وإزالة الإسمرار، وبعدها منطقة الذقن وحول الفم إذا كان هنالك اسمرار، حول الفم وفوق الشفاه، بعد نزع الشعر هذه المنطقة تصبح زرقاء. هذه الوصفة رائعة جدا لإزالة هذه المشكلة. هنا الأنف، رائعة جدا هذه الوصفة لإزالة الرؤوس السوداء، كذلك على منطقة الهالات وحول العيون، ثم الجفون وبين الحاجبين إذا كانت هذه المنطقة بها كذلك خطوط. تترك هذه الوصفة لمدة 10 دقائق، وبعدها نقوم بغسلها بالماء الفاتر والغسول كذلك، ومن ثم ماء بارد لغلق المسامات. يمكنك استخدام كذلك مكعبات ماء الورد لغلق المسامات إذا كانت البشرة لا تعاني من أي حساسية. كما يمكنك كذلك تمرير ماء الأرز لصاحبات البشرة الحساسة من ماء الورد. يمكن تجميد ماء الأرز في المجمد واستخدامه لقفل المسامات لمن تعاني من حساسية ماء الورد. وبعدها الترطيب، كل واحدة حسب نوع بشرتها يجب علينا ترطيب البشرة. هذه الوصفة يمكنك استخدامها بشكل يومي، لا مانع أبدا من ذلك. صلاحيتها تدوم لمدة أسبوع كامل في الثلاجة. النتائج تبدأ في الظهور من أول 3 أيام لاستخدامك الصحيح لهذه الوصفة، فهي آمنة للحوامل والمرضعات والبنات من عمر 8 سنوات إذا كان هنالك أي آثار على البشرة، والرجال كذلك يمكنهم استخدامه. هذه الوصفة تعمل على تفتيح البشرة بشكل فعال، لأنها تحتوي على قشور البرتقال وهو يحتوي على حمض السيتريك، وكذلك يقضي على حب الشباب لو البشرة بها حب الشباب وليس فقط الآثار، لأنه يحتوي على نسبة عالية من حمض السيتريك، والذي يعمل على تجفيف حب الشباب. كذلك هذه الوصفة تمنع ظهور حب الشباب لمن ترغب في استخدامها كوقاية من حب الشباب. كذلك هذه الوصفة تستخدم لعلاج الحروق والندبات في البشرة. كذلك تعمل على تصغير المسامات الواسعة في بشرتك، تنظفها بعمق. كذلك هذه الوصفة تعمل على تقشير خلايا الجلد الميتة، وتعطيك نضارة لبشرتك، وتعمل على تفتيح لون بشرتك وتوحيد لونها جراء اسمرار من أشعة الشمس. كذلك هذه الوصفة تؤخر من ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد وترهلات البشرة، نظرا لغناها بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، التي تكون طبعا هذه الجذور تكون ضارة ببشرتنا، لأن هذه الوصفة غنية جدا بالكالسيوم وفيتامين سي الذي يوفر حماية مضاعفة ضد الشيخوخة المبكرة لبشرتنا، ويحسن كذلك نسيج البشرة، كذلك عبر التحريض على استعادة الكولاجين المهم لبشرتنا. كذلك هذه الوصفة تخفف من حدوث التهابات وتهيجات في البشرة للمسامات الواسعة، وتعمل على إغلاقها وبسرعة.
ممتازة هذه الوصفة لإزالة الرؤوس السوداء، ترطب البشرة خاصة صاحبات البشرة الدهنية، كذلك هي تشد البشرة وكذلك تغذي لك بشرتك. باقي الخليط القشر البرتقال هذا يحفظ في المجمد صالح الاستخدام لمدة شهر كامل، وفي الثلاجة صالح لمدة أسبوع كامل. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.